بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا حبايبي، عاملين ايه؟ معاكم وجه مطبخ ام باسل، يا رب تكونوا بالف خير. النهارده هنعمل حاجه سريعه كده وعلى طول، مش هتغيب في ايدينا، وتشكيل عشوائي زي ما انتم شايفين كده. مش لازم بقى نقعد نجيب بلبله معينه والكلام ده كله، لا، احنا هنعمل بسكويت للشاي للولاد كده يفطروا بيه الصبح او ياخدوه معاهم في اللانش بوكس، يعني حاجه تحفه وجميله. بصوا الالوانات بتاعته، وكمان بيدوب في البق دوب كده، تحفه يا جماعه. مش عاملاه بشكل معين، عاملاه بشكل عشوائي. طعمه جميل جدا، ريحته جميله جدا جدا. بصوا شايفين السوا بتاعه خطير يا جماعه، فظيع فظيع بجد. لو عملتيه مش هتبطلي يعني تعمليه، وولادك هطلب منك على طول. مش عايزه اطول عليكم في الكلام، يلا نشوف الفيديو بتاعنا. بس قبل ما نروح نشوف الفيديو، ما تنسينيش اللايك والاشتراك في القناه بتاعتي وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد من مطبخ ام باسل. يلا بينا مع بعضينا نعمل احلى بسكويت للشاي واللانش بوكس. يلا بينا، يلا نسمي بسم الله ونصلي على رسول عليه افضل الصلاه والسلام، ونشوف مقادير بسكويت الشاي بتاعنا السهل جدا ده هنعمله ازاي. عندي كوبايه زبده بدرجه حراره المطبخ بما يعادل، لو انت عندك ميزان، حوالي ايه 220 جرام، تمام. كوبايتين دقيق مش مليانين هرم، واحده بيضه بس، كوبايه سكر برده مش مليانه على اخرها زي ما انتم شايفين، معلقه صغيره بيكنج باودر وفانيليا، بس كده مفيهوش حاجه اكتر من كده. يلا نقول بسم الله، وهحط دلوقتي السكر على الزبدة وهضربهم كويس جدا لغاية ما يندمجوا ويبقوا ايه كريم بالمضرب الكهربائي كده. انا خلاص ضربت السكر والزبدة كويس لغاية ما بقى ايه الخليط كريمي معايا. هبتدي هحط البيضة بتاعتي، اكسر البيضة، بس اهم حاجة تكون بدرجة حرارة المطبخ علشان ما تجمدليش الايه، ما تجمدليش الزبدة. بسم الله، اهو نحط عليها الفانيليا ونضربهم مع بعض كده. خلاص البيضه بتاعتي اختفت، مرحله المضرب خلاص كده. هبتدي بقى ايه الدقيق بتاعي، احط بسم الله كوبايتين الدقيق وعليهم معلقه البيكنج باودر، معلقه صغيره بيكنج باودر كده، ورشة ملح بسيطة خالص. بس كده، وابتدي بقى بالسباتولا بتاعتي اروح مقلبة المقادير كلها لغاية ما تتشكل عندي عجينة. بس انا مش هعجن فيه كتير، يدوبك بس تتلم عندي العجينة او تتجمع وخلاص هوقف على كده. كده خلاص انا هوقف العجينة، عندي اتجمعت اهو. هتحطيها بقى في كيس حلواني عشان تشكليها، او لو انت مش عايزة تحطيها في كيس حلواني ممكن تزودي ربع كوباية دي او نص كوباية دي حسب العجينة بتاعتك، يعني تحطي نص كوباية دي جنبك وتزودي شوية بشوية بحيث ان انت ايه تلميها وتكوريها بايديكي، او تعمليها تفرديها وتقطعيها كده يعني. بس انا عشان انا هعمله في كيس حلواني فانا مخلية العجينة كده ما زودتلهاش ايه دي. تعالوا نشوف هنشكلها ازاي. كده انا حطيته في كيس حلواني اهو، حطيت اللي هي البلبله المفتوحه دي عادي، لو مش موجوده ممكن تستكفي بالكيس بس. بس انا حاطه اللي هو الحجم الكبير عشان انا عايزه اعملها ايه، اعمله مدور، تمام. شوف بقى نشكله ازاي. نقول بسم الله، نشيل بس الطبق ده كده. اعمليه بقى ايه، مش عارفه كده هيبان ولا لا، اعمليه على شكل دايره كده. عايزه اعمل لكم زوم علشان ايه يبان، اعمل واحده كمان. الشكل ده كده، اي شكل انت عايزاه. لو انت عايزه تحطي بلبله مثلا غير دي كده بنقشه مش مشكله، زي ما انت عايزه. ونضغط عليها كده بالشكل ده كده. خلص بقى الكميه كلها، ونيجي نشوف هنحط على وشه ايه وندخله فرن ازاي. حبيبي خلصت الكميه، وزي ما انتم شايفين نقرب عليها كده. بصوا تعالوا نشوف بقى ايه انا هحط على وشها ايه. احنا انا عندي اللي هو الملابس اللي هو السوانتوت ده بتاع الترط، نحط على الوش كده يدينا شكل جميل جدا ويفرح ايه الولاد. بصوا مش عايزه تحطي خلاص، بس انا بقول حاجه ايه تدينا شكل حلو كده. واضغط ايه من فوق كده على اساس ايه مكان ما انا كنت بعمل
بالبلبله او كده بالشكل ده كده. عندي شوكولاته شيبس، ممكن تحطي شوكولاته شيبس يعني، عايزه تسيبيه ساده زي ما انت عايزه. انا مشغله الفرن بتاعي على درجه حراره 180، هحطه على الشبكه اللي هو الرف الوسط، وبعد كده لما يطلع نشوفه. هو مش بياخد وقت يعني، خلينا متابعينه عشان هو ايه ما بياخدش وقت. حبايبي البسكويت بتاعي طلع اهو زي ما انتم شايفين. لو انتم عايزين تصغروا الحجم عن كده صغروه براحتكم زي ما انتم عايزين، بس انا دقته بصراحه تحفه بجد تحفه. هسيبه يبرد تمام اهو. بصوا هو مش محتاج طبعا الصاج يدهن ولا اي حاجه، شايفين التسويه بتاعته مش محتاج يدهن خالص في الصاج. انا نسيت اقول لكم الخطوه دي يعني ايه، عشان هو في كميه زبده ايه كافيه. هسيبه يبرد وبعد كده ايه نيجي ندوقه مع بعض. طيب البسكويت بتاعنا هو بعد ما برد وحطيناه في الطبق، شايفين شكله عامل ازاي؟ بجد طعمه تحفه وريحته فظيعه. لو عملتيه يا جماعه، لو عملتوه يا جماعه بصراحه مش هتبطلوا تعملوه خالص، ومش لازم شكل معين، اعمليه بطريقه عشوائيه زي ما انت عايزه. عايزه تصغريه عن كده زي ما انت عايزه صغريه، احنا اهم حاجه اهم حاجه عندنا الطعم. شايفين السوا الطعم بقى حكايه. بصوا بيضيف في البق دوب كده، انا عاملاه على اساس ان هو ايه يبقى دايب كده في البق. بصوا يعني في سنه قرمشه من بره ومن جوه دايب. شايفين العجينه عامله ازاي ولا ريحه البسكويت؟ بجد بجد تحفه، جربيه مش هتندمي ان شاء الله. للشاي مع الاولاد في اللانش بوكس يعني هينفع، سناكس بين الوجبات هيعجب ولادك ومش هيغيب في ايديكي. يعني انا عملت مثلا الكميه دي واحنا بنحضر الفطار، يعني ما فيهوش اي مشكله خالص ولا اي حاجات خزعبليه، كلها حاجات موجوده عندنا في البيت. يلا جربيه قولي رايك الجميل ايه، وما تنسينيش في اللايك والاشتراك في القناه بتاعتي وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد من مطبخي، واشوفك على الف خير ان شاء الله في وصفه سهله وسريعه مطبخ مباشر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.